مستشفى سيدي حسين بن ناصر بورزازات يرقد 4 تلاميذ من إعدادية عسو بسلان بجامعة إكنيون التابعة لإقليم تنغير، تلاميذ تأكدت إصابتهم بمرض التهاب السحايا. إلا السبيطار إكنيون اللي وضبي بلا والو، إلا السبيطار. جئنا لمستشفى سيدي حسين بن ناصر بعد زيارتنا لعدة مستوصفات ببومان ومجونة وسكورة، وإلى الآن قيل لنا بأن حالتهم الصحية مستقرة. نقلنا أول الأمر بعد إصابتنا إلى بومان ثم ورزازات، ولا أدري كيف أصبنا بالمرض. التحاليل التي أجريت على التلاميذ أكدت لإدارة المستشفى إصابتهم بمرض التهاب السحايا، بيد أن حالة المرض حاليا لا تدعو للقلق حسب إدارة مستشفى سيدي حسين. يعتبر بين الأمراض التي يجب التصريح بها إجباريا، وهم حاليا تحت المراقبة الطبية والتمريضية، وحالتهم الصحية جيدة وفي تحسن مستمر. وزارة الصحة من جانبها أكدت بأن كل الحالات التي تم تسجيلها معزولة ولا تدعو للقلق، وتم تلقيح أزيد من 800 شخص من تلاميذ وأساتذة بالإعدادية كإجراء وقائي.